السلام عليكم ورحمة الله. عبد الكريم فرحي، نائب المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم الحسيمة. الحمد لله اليوم تمكننا بفضل مجهودات واحد العدد من المتدخلين على مستوى الحزب وعلى مستوى التنظيمات السياسية الموازية لحزب الاستقلال على أننا ننجحوا في هذه المحطة اللي هي محطة متميزة جدا. هذه المحطة إن شاء الله ستسفر عن مكتب إقليمي جديد لمنظمة المرأة الاستقلالية اللي نتمنى أنه يكون عند مستوى التطلعات ديال المرأة الريفية بالإقليم ثم المستوى الوطني أيضا. هذا الشيء طبعا كيجي انسجاما مع واحد العدد من المرجعيات اللي كتنطلق مرجعيات كونية ومرجعية إسلامية اللي منها الحزب ديالنا الحمد لله كيستمد واحد العدد من الأمور. أيضا إن شاء الله كنستمد أيضا توجيهات ملكية سامية. عندنا الحمد لله الدستور ديال 2011 وهذه كلها مرجعيات إن شاء الله سوف تجعل المكتب الجديد يقوم بالمهام ديالو على أكمل وجه. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه البداية تشغيل التحية النظر سيتي يكون غير حضار باش تقد التغطية المؤتمر الإقليمي اللي نخضع دايس المناضلات من حزب الاستقلال لإقليم الحسيمة يخضعن دايس المكتب يتغيم الثلاني إن شاء الله ستساون نش مبعوثة أن المكتب التنفيذي منظمة المرأة الاستقلالية ويغسن التحية المكتبة من كمر والتحية الرئيسة الأستاذة خديجة الزومي. وأتينا اليوم لنحضر احتفاء وعرسا كبيرا بترسيخ مبادئ الهيكلة في حزب الاستقلال الذي استطاع منذ البداية وإلى يومنا هذا أن يؤكد للجميع بأن المغرب يجسد صورته الحقيقية في المجال النضالي الحزبي النزيه هو حزب الاستقلال سواء بأقاليم الأقاليم الشمالية أو الريف بالنظور أو بالحسيمة أو بفاس أو بكل مكان. نقول بصوت واحد تحية لحزب الاستقلال ونردد دائما مغربنا وطننا نحن فداه. قدمكم دخفينون كوثر الأحمدي طالبة دكتورة سنة أولى نشد الكاتبة الجديدة لمنظمة المرأة الاستقلالية بإقليم الحسيمة تزغ شكاخ مارة حاموشين تقن دايي وديوش الفرصة يا أن وذيري الكاتبة للمكتب الجديد وإن شاء الله هذيري عند حسن ظن الجميع وإن شاء الله صوت المرأة الريفية بالخصوص القروية والحضرية ذيري مسموع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.